مسؤولون أمريكان إيران ستوجه ضربة إلى إسرائيل قبل العيد. وإلى التفاصيل، نقلت شبكة CNBC نيوز الإخبارية الأمريكية عن مسؤولين بأن إسرائيل والولايات المتحدة تعتقدان أن إيران على وشك الرد على القصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق. وقصفت إسرائيل الاثنين الماضي القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وقتلت عددا من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني بحسب البنتاغون. حصلت الولايات المتحدة وفق CNBC نيوز على معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران تخطط لهجوم انتقامي يشمل سربا من طائرات الشهيد بدون طيار وصواريخ كروز. ولفتت الشبكة الإخبارية الأمريكية إلى أن هناك أمر آخر مهم غير معروف، وهو المكان الذي سيتم فيه إطلاق الطائرات بدون طيار والصواريخ من العراق أو سوريا، الأمر الذي قد يدفع طهران إلى الإنكار أو من الأراضي الإيرانية. وأقيمت في طهران جنازة عامة يوم الجمعة لأعضاء الحرس الثوري الإيراني السبعة الذين قتلوا في الغارة الإسرائيلية المشتبه بها في دمشق، ومن بينهم جنرالان. ويقول المسؤولون إن التوقيت والهدف غير معروفين، لكن الرد المتناسب على هجوم دمشق سيكون ضرب منشأة دبلوماسية إسرائيلية، ومن المرجح أن يأتي الهجوم من الآن وحتى نهاية شهر رمضان الأسبوع المقبل، كما نقلت الشبكة الإخبارية الأمريكية. وقال مراسل CNBC نيوز في إيران إن القائد العام للحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي حذر خلال الجنازة من أن إسرائيل لا يمكنها الهروب من عواقب اغتيال ضباط عسكريين إيرانيين، لكنه لم يقدم أي إشارة حول كيفية أو متى قد تنتقم إيران. وسعيا لمنع الانتقام الإيراني من المنشآت المرتبطة بالولايات المتحدة، أكد مسؤولو إدارة بايدن أن الولايات المتحدة لم يكن لديها إشعار مسبق بالضربة. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن الرئيس بايدن ناقش في اتصاله الهاتفي الخميس الماضي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التهديدات الإيرانية لإسرائيل. وأضاف: لقد كان هناك نقاش بين الزعيمين حول التهديد العملي والعلني الذي تشكله إيران لأمن إسرائيل، وأوضح الرئيس بوضوح شديد لرئيس الوزراء نتنياهو أنه يمكن الاعتماد على الدعم الأمريكي. ويحذر الإسرائيليون علنا من الانتقام الإيراني، وبالتالي فإن هجوم إيران على منشأة إسرائيلية سيكون بمثابة خطوة أخرى أقرب إلى حرب إقليمية، وهذا ما نرجوه، حرب إقليمية تشتتها اليهود من جذورهم إن شاء الله. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.